ازيكم يا حلوين؟ كلنا طبعا بنحب اخواتنا، لكن في بعض الاحيان لازم بنتخانق مع بعض، وده غلط. تعالوا يا حلوين شوفوا ليه غلط. حكايتنا في الحلقة اللي فاتت كانت عن خروج آدم وحواء من الجنة، وإنهم سكنوا الأرض، وبعد فترة خلفوا ابنهم الأول وسموه قايين، وكبر وبقى مزارع، وبعد كده خلفوا ابنهم التاني وسموه هابيل، وكبر وبقى راعي أغنام، وكان بيهتم بالحيوانات الجميلة. كان هابيل فرحان بكل اللي ربنا اداهوله، فحب يقدم أجمل ما عنده هدية لربنا، فاختار أجمل خروف عنده. فشاف قايين إن هابيل بيقدم قربان لربنا، ففكر إنه هو كمان يعمل زيه ويقدم شوية من الفواكه والخضروات، إلا إن قايين ما كانش بيقدم أفضل ما عنده، لكنه احتفظ بالثمار الجيدة لنفسه. ففرح ربنا بتقدمة هابيل، لكن ربنا ما كانش فرحان بتقدمة قايين. غضب قايين من أخوه هابيل وبدأ يحقد عليه، وفكر في نفسه وقال: هو ليه ربنا بيحب أخويا هابيل أكتر مني؟ ليه؟ ده مش عدل أبدا، أنا قدمت لربنا زي ما هو قدم بالظبط. بعدها سمع صوت ربنا: لماذا غضبت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة. وبعد كده كلم قايين أخوه: انت فاكر نفسك ايه؟ انت فاكر نفسك مين يعني؟ فاكر نفسك احسن مني؟ وكل ده عشان ربنا قبل تقدمتك اكتر مني؟ ليه يعني؟ ها؟ ليه؟ ليه مش بتحتفظ باحسن خروف لنفسك؟ ليه عطيت ربنا افضل خروف عندك؟ انا لازم اقتلك. فهاب قايين على اخوه وقتله. فقال ربنا لقايين: فين هابيل أخوك؟ فقال له: معرفش، هو أنا هحرس أخويا يعني؟ فربنا قال له: أنت عملت إيه؟ صوت دم أخوك صارخ إلي من الأرض، والآن ملعون أنت من الأرض اللي فتحت فيها لتقبل دم أخوك من يدك. متى عملت؟ الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقايين قال: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك تركتني اليوم في وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها هاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فربنا قال له: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل ربنا القايين علامة عشان كل اللي يشوفه ما يقتلوش. ودلوقتي يا حلوين حكايتنا خلصت. نتعلم من القصة إننا نحب إخواتنا وما نتخانقش معاهم ولا نخاصمهم، وتكون المحبة هي السائدة. وجاي أصحابي وجاي.